السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي. كما شو في الانستغرام، الناس اللي باقي ما دخلوش الانستغرام يمشيو للصفحة ديالي على الانستغرام موتيفي كندا 79، فهناك برنامج المفاجأة اللي كيبحث عليه مجموعة من الناس. كنت تحدثت عليه في الماضي وكانوا مجموعة من تعاليق من الناس اللي كيقولوا لا ما كاينش انك يمكن تسافر لكندا وتخدم ولا تصوب اوراقك. فاليوم جبت لكم هذا البرنامج اللي باقي حتى واحد ما تكلم عليه، برنامج جديد، فكنتمنى ان هذا البرنامج ينال اعجاب ديالكم. قبل ما نبداو الفيديو خوتي، ما تنساوش الاشتراك، الاعجاب، نشر الفيديو حتى تعم الفائده دون نسيان الناس لاول مره كيشوفوا قناه صوت المهاجرين في كندا، فهذه هي الفرصه امامكم باش تضغط على زر الجرس يوصلك الجديد هذه القناه اللي دائما المحتوى ديالها هادف، محتوى موثوق به من مواقع رسميه. كاين مجموعه من الناس غادي يقولوا لي لا هذا البرنامج ما كاينش، فانا الفيصل بيني وبين هاد الناس هو الموقع الرسمي تاع وزاره الهجره. فكما كيعرف الجميع، الموقع الرسمي تاع وزاره الهجره اللي هو canada.ca هو اللي دائما كنستعملو باش تكون المعلومات ديالي دقيقه وموثوقه. فغادي ندخلو في هذه الحلقه الموقع الرسمي وغادي نقدم لكم جميع المعلومات المتعلقه بهذا البرنامج. للاشاره فقط، في هذا البرنامج كتخلص الفي 156 دولار. البروسيسينغ ديال الاستماره ديالك كيدوم 48 اسبوع عاد كتوصلك الجواب. هذا البرنامج مثل الدخول السريع الى كندا، برنامج سهل لان كيكون واحد البول كيتوضعوا فيه الاستمارات او التقديم ديالكم، وكيتم اختيار الناس اللي عندهم الكفاءه واللي عندهم المهارات اللي طالبين في هذا البرنامج. هذا البرنامج كيتسمى International Experience كندا، واللي هي كيتسمى التجربة الدولية لكندا. فيه ثلاث أصناف اللي في هذا البرنامج. كاين يونغ بيرسونيل، هما الناس الناس اللي عندهم مهارة في بعض المهن المطلوبة. كاين البرنامج الثاني هو اللي غادي نتحدثوا عليه اللي كيتعلق بالسفر لكندا وفي نفس الوقت تخدم. هذا البرنامج اللي كيتسمى Working Holiday، يعني جي تمتع مع راسك في كندا وميم طو عندك الفرصة انك تخدم. البرنامج الثالث هو اللي كاين في هذا البرنامج، هو خاص بالطلبة اللي كيدرسوا بعد البكالوريا، فيمكن لأي واحد أنه يتسجل في جامعة هنايا تكون معترف بها بطبيعة الحال، ومن ثم يمكن لك تأخذ الوركينج بيرميت ولا رخصة العمل في كندا. فغادي نعطيكم مجموعة من الأمور المتعلقة بهذا البرنامج، كيفاش تقدموا الاستمارة، كيفاش تأخذوا رخصة العمل، مجموعة من الأمور، حلقة غنية يمكن لأي واحد أنه يستفد منها. فبعرض عمل أو بدون عرض عمل يمكن لك أنك تشارك في هذا البرنامج، ويمكن أنك تكون من أحد المحظوظين باش تقبل في هذا البرنامج. غنمشيو للموقع الرسمي تاع وزارة الهجرة وغادي نعطيكم جميع المعلومات اللي قلت لكم، من الاستمارة، كيفاش تمل الاستمارة، كيفاش تكري بروفايل خاص بك، وكيفاش غيتم الاختيار ديالك. فابقوا معايا ما تشوفوش. إذن السلام عليكم من جديد خوتي خواتاتي مشاهدي قناة صوت المهاجرين في كندا. هذا هو الموقع الرسمي لوزارة الهجرة اللي دائما كنحط لكم معلومات منه، وهو مصدر موثوق 100% كما كتعرفوا. هذا البرنامج اللي تنتحدث لكم عليه كيتسمى International Experience كندا، وهو التجربة الدولية في كندا. هذا البروسيس ديال هذا البرنامج، الفي اللي كتخلص الاستمارة كما قلت لكم في المقدمة 156 دولار، هو ما يعادل نفس الثمن اللي غتخلصوا على فيزا سياحية. بالنسبة للدراسة تاع الملف ديالك او تاع الاستمارة، فالبروسيسين تايم
ما بين 48 حتى 50 اسبوع كما كتشوفوا هنا. هنا غندخلوا للبرنامج اللي كنتحدثوا عليه، غنعرفوا مجموعه من المعلومات كما كتشوفوا، معلومات على البرنامج، شكون اللي يمكن ليه يقدم، كيفاش البول، الحوض ديال الاختيار ديال المترشحين اللي قدموا، كيفاش كيتم الاختيار ديالهم. لابد من انشاء بروفايل، وخامس حاجه ملي كيدرسوا البروفايل ديالك فقط يعطيوك انفيتيشن، دعوه باش تقدم على رخصه العمل او وركينج جوب. من بعد كاين كيفاش تقدم، ومن بعد ما تقدم اشنو كيطرا. فغنزلوا لتحت، هنا كاين مجموعه من الامور، غنعطيكم ثلاثه تاع الاصناف اللي كاينين في هذا البرنامج. كما قلت لكم في المقدمه، ملي قلت لكم بان كاين صنف تاع الانترناسيونال كوا بالنسبه للطلبه الاجانب من بعد البكالوريا واللي عندهم تدريب مثلا. ثاني صنف كيتسمى يونغ بروفيشنال، يعني الشبان او الشباب المهاريين. ثالث هام او ثالث صنف، وهو اهم شيء اللي غنتحدثوا عليه في هذه الحلقه، واللي كيعني مجموعه من مشاهدي قناه صوت المهاجرين في كندا، واللي كيجي مجموعه من الاسئله الناس اللي كيسولوا واش يمكن ليا ناخذ فيزا سياحيه ونوجد عمل. فهاد الفيديو لكم. هاد الصنف كيتسمى وركينغ هوليداي، يعني انت في عطله ويمكن لك انك تقل تشتغل هنا في كندا. اول خطوه غادي نشوفوها هي خاصك تكري واحد البروفايل، انشاء بروفايل خاص بك. كيفيه انشاء البروفايل، كتضغطوا على IEC بروفايل، فكيعطيك اهم مرحله. المرحله الاولى هي اللي غتشوفوا هنا، خاصك تجاوب على مجموعه من الاسئله اللي متعلقه بالجنسيه ديالك، الاقامه ديالك، الدوله ديال الاقامه، وبلاك انت طالب فالحاله ديال الاستماره ديالك اذا كنت طالب بطبيعه الحال. يمكن لك تقدم على البرنامج الاول اللي هو خاص بالتدريب او خاص كما شو خاص بالطلبه اللي كيدرسوا بعد البكالوريا هنا في كندا. بالنسبه للحاله الثانيه واللي هي خاصه بالصنف الثاني اللي هو يونغ بروفيشنال، الشبان او الشباب المهاريين اللي خاصهم عرض عمل. بالنسبه للبرنامج الثالث اللي شفنا واللي هو خاص بالسفر، فما كيخصكش عرض عمل، فيمكن لك تقدم مباشره على هذا البرنامج. مجموعه من الامور خاصه تكون بالحسبان، اهم شيء هو خاصك كما قلنا تملأ تجاوب على مجموعه من الاسئله عن طريق انشاء البروفايل. من بعد ملي كتكمل انشاء البروفايل، فاذا كان بوزيتيف البروفايل ديالك يعني تقبل، فكتجيك واحد الانفيتيشن من وزاره الهجره. الى بغيتي ديريكتلي تدخل بلا ما تكري بروفايل، فيمكن لك تتبع هذه الخطوات اللي كتشوفوا من واحد حتى ثلاثه، واللي من خلالها كتدخل ديريكتلي في الحوض او منين كيختاروا المقدمين على هذا البرنامج. من بعد كتجي سابميت يور بروفايل، يعني كتقدم البروفايل ديالك وكتنتظر الدعوه من وزاره الهجره كما قلت لكم. ملي ما كتوصل بالدعوه، فاهم شيء هو انك تقدم على رخصه عمل. فمن بعد ملي كتجيك الدعوه من وزاره الهجره، عندك 10 ايام كما كتشوفوا هنا باش تقرر واش تقبل هذه الدعوه ولا ترفضها. وعندك واحد ديدلاين بالنسبه الانفيتيشن، فكيكون في الدعوه اللي مرسل اللي يرسلوا لك وزاره الهجره. من اليوم اللي قبلتي فيه الدعوه عندك 20 يوم باش تقدم على الورك بيرميت كما كتشوفوا هنا. فملي كتضغط على التقديم اونلاين لرخصه عمل، فكتدخل
كتملى الاستمارة وعندك مجموعة من الخطوات يمكن لك أنك تتبعها باش تتقدم على رخصة عمل. من بعد كتجي الخطوة تاع مجموعة من الوثائق اللي خاصك تدلي بهم وترسلهم مع الاستمارة. فالدليل على عندك الحساب بنكي، عندك البروف بأن عندك الأموال باش تجي لكندا، كاين الفحص الطبي كما كتشوفوا هنا اللي كاين مجموعة من المراكز في أي دولة، كاين التأمين الصحي، ومن بعد كاين كما غتشوفوا هنا الشهادة تاع البوليس، كاين أيضا كما غتشوفوا السيرة الذاتية على الطريقة الكندية، ولا بد ما تكون عندك الباسبور ديالك وديال العائلة اللي كانوا مرافقينك، وكاين ديجيتال فوتو بالنسبة ليك والعائلة ديالك، كاين معلومات على العائلة ديالك، وكاين واحد الاستمارة هنايا اللي خاصكم تملؤوها، زائد الفيزا باش غادي تجي لكندا. بالنسبة للطلبة هناك مجموعة من الأمور اللي غادي الطالب غادي يقرأ هنايا، فغادي يلقى مجموعة من الوثائق اللي خاصة تكون موجودة عنده. بالنسبة للفي غتخلص الفي 156 دولار، وكما تشوفوا هنا 156 دولار كندي. ومن بعد كتقدم الاستمارة اللي كتجيك مع الدعوة وكتملأ جميع الأمور. هنا ما عندناش الابليكيشن الاستمارة، الاستمارة كتجيك من اللي كيصيفطوا لك دعوة، وبالتالي كتنتظر 48 حتى 55 أسبوع باش تجيك الموافقة أنك تجي لكندا عن طريق السفر، وفي نفس الوقت يمكن لك تشتغل في كندا لأن عندك الورك بيرميت رخصة العمل. فبالتوفيق لكم جميعا خوتي، هذا برنامج مهم يمكن لكم تفكروا إلا كنتوا باغين تجيو لكندا وتشتغلوا، فهاي الأمور بين يديكم من موقع رسمي كندي اللي هو canada.ca من خلال وزارة الهجرة الكندية. كنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى تشجيع ومشاركة هذا الفيديو مع الأقارب والأحباب. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. فكما شفتوا حلقة مهمة، كنتمنى أن الناس اللي كيشوفوا الفيديوهات قناة صوت المهاجر في كندا ينشروا الفيديو على أعلى نطاق، اللي كانت مجموعة من التساؤلات حول كيفاش الناس يمكن لها تسافر وتلقى عمل في نفس الوقت. فهذا برنامج من موقع رسمي كما كنقول لكم 100% صحيح canada.ca اللي هو الموقع الرسمي تاع وزارة الهجرة. أي واحد يمكن ياخذ الكاتيجوري الاولى اللي هو الصنف الاول الخاص بالوركينغ هوليداي، يمكن انك تسافر وفي نفس الوقت تشتغل، لكن خاصك الورك بيرميت رخصة العمل اللي يمكن انك تقدم على هذا البرنامج، ولا كنتي من الناس المحظوظين يمكن انها تعطاك رخصة العمل، وفي نفس الوقت تكون ضربتي عصفورين بحجر واحد، يمكن انك تسافر تفوج على راسك انت والعائلة ديالك، وفي نفس الوقت تاخذ خبرة تاع العمل في كندا عن طريق رخصة العمل. كنتمنى تشجيع هذه القناة، وكنتمنى انكم تنشروا الفيديو على اعلى نطاق باش مجموعة من الناس اللي باغين يجيو لكندا يستافدوا من هذا البرنامج. كما قلت لكم برنامج كيتسمى International Experience كندا اللي معروف بالاي اي سي، فمرحبا بكم خوتي في هذا البرنامج، وكنتمنى تشجيع باش نقدم مجموعة من المعلومات المفيدة. تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.